العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن. وفيه في جلسة خصصت لبحث تداعيات مقتل سليمان والمهندس، البرلمان العراقي يدعو لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، والخارجية ترسل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن. حسن نصر الله يدعو لاستهداف القواعد الأمريكية على امتداد المنطقة ردا على مقتل سليماني والمهندس. تواصل تشييع جثمان سليماني في مدن إيرانية، وقادة في النظام يتوعدون الولايات المتحدة وإسرائيل برد قاسٍ. مايك بومبيو يقول إن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي. أهلا بكم مشاهدينا. وافق البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. وخلال جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صدق النواب على قرار إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الفصل التشريعي الأول 5/1/2020. وفي افتتاح جلسة البرلمان قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إن العراق أمام خيارين، أولهما إنهاء وجود القوات الأمريكية بشكل عاجل، مطالبا البرلمان بدراسة ما وصفه تبعات أي قرار يبحث حماية سيادة البلاد. إننا أمام خيارين رئيسيين، واحد إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، اثنين العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر قبل مجيء هذه الحكومة، ينص نص إن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية. كما طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الحكومة بمنع أي قوات أجنبية من استخدام الأراضي والأجواء العراقية. ودعا الحلبوسي الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات. أصدر القرار الآتي: إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير. ثانيا، على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية. دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة له على خلفية مقتل سليماني، دعا الشعب العراقي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق. وهدد نصر الله بأن تستهدف ما أسماها قوى المقاومة القوات الأمريكية وقواعدها وإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم في نعوش، مضيفا أن من وصفهم بالاستشهاديين ضد الأمريكيين قد زاد عددهم. في لبنان كما في إيران حفل تأبين لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وفي بيروت كما في مشهد وطهران مواقف مشتعلة على وقع هتافات الموت لأمريكا. ووسط الهتافات المناوئة لواشنطن، طالب أمين عام حزب الله حسن نصر الله كامل محور المقاومة باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة برمتها. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني كل قوى المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق للمقاومة. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن.
خطاب رأى فيه لبنانيون مزيدا من توريط لبنان في صراعات المنطقة كما يقولون. أنا أعتقد كلامه اليوم وضع لبنان في قلب الصراع باعتباره هو الطرف الكبير والمهيمن على واقع كبير في لبنان، من خلال القول أنه سيكون ضمن هذا الثأر الذي سينفذ بحق الأمريكيين على المستوى العسكري في المنطقة كلها. ماذا يعني هدف استهداف كل القواعد والجيش الأمريكي في المنطقة؟ هل يعني اختراق سيادات الدول بشكل كامل؟ هل يعني العمل على أرض دول الخليج العربي وغيرها؟ هذا انقسام لبناني متوقع في قراءة المشهد، بين من يرى أن نصر الله وضع لبنان على خارطة الثأر لسليماني، وبين من يطالب باحترام سيادة لبنان بعيدا عن صراع المحاور. صحيح أن مركز الحدث في إيران والعراق، لكن الخشية من أن تكون ارتداداته في لبنان، إذ يخشى من استعار الحريق الأمريكي الإيراني إليه في ظل أوضاعه غير المريحة الآن. علي رباح، التلفزيون العربي، بيروت. وقد شيع عشرات ألاف الإيرانيين في شوارع مدينتي مشهد والأهواز جثمان سليماني في أول أيام الحداد الوطني الذي أعلنته السلطات الإيرانية والذي سيستمر 3 أيام. وسينتقل التشيع إلى طهران مرورا بعدد من المحافظات الإيرانية قبل مواراة جثمان سليماني الثرى الثلاثاء المقبل في مدينة كرمان وسط البلاد حيث مسقط رأسه. في المحطة الثانية من مراسم تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه هنا في مشهد شمال شرقي إيران بعد الأهواز، هنا أصوات الجماهير ترتفع، ربما اعتادت عليها إيران وهي بالضد من سياسات أمريكا، تحديدا تقول الموت لسياسات أمريكا وإسرائيل، وما أضيف لها هذه المرة هو الانتقام وبشدة برد حازم وحاسم، هكذا تقول الجماهير في هذه اللحظات تحديدا، وهو موعد دخول جثامين قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه الذين تم اغتيالهم في عملية وسط العاصمة العراقية بغداد بالقرب من المطار. لا يمكن القول أن هذه المطالب الجماهيرية والأصوات لا تؤثر على صناع القرار في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن في ذات الوقت أيضا يمكن القول من أن هذه الأصوات ربما القيادة الآن بحاجة لها، خاصة وهي على أعتاب مرحلة حساسة ومصيرية، هذه المرحلة التي يتصاعد فيها شكل المواجهة والتصعيد والتصعيد المضاد ما بينها وواشنطن وسط زحام الاتصالات والحراك الدبلوماسي الجاري في العاصمة طهران. هنا المراسم مستمرة وستتواصل مرورا بطهران ومن ثم في قم وصولا إلى مسقط رأسه كرمال. ياسر مسعود، العربي، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الوزارة تقوم بمهامها القانونية تجاه اغتيال قاسم سليماني، مضيفا أن بلاده ستجيب على التهديد بالتهديد بحسب تعبيره. جمهورية إسلامية إيران دنبال جنگ نيست. لا تبحث إيران عن الحرب، لكنها أعلنت استعدادها للاحتمالات كلها، وشعبنا أثبت خلال عقود طويلة أنه يتحلى بالقدرة على الرد ولم يقف مرة مكتوف الأيدي. أما القرار النهائي بهذا الصدد فستتخذه القيادة الحكيمة بحيث يكون ردا يندم عليه الأعداء دون أن يتسبب بحرب على الشعب الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية. وأعلن التحالف الذي تقوده واشنطن ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا تعليق العمليات ضد التنظيم في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف. رغم إطلاقه شرارة حرب يتخوف منها كثيرون، يؤكد الرئيس الأمريكي أنه لا يريد الحرب ويسعى للسلام ولا يهدف إلى تغيير الأنظمة. أما مقتل سليماني يقول ترامب
فهو لوقف أعماله الوحشية إلى الأبد. كان يخطط لهجمات ضد الأمريكيين، ولكن الآن ضمننا أن أعماله الوحشية أوقفت إلى الأبد. لا أعلم إن كنتم تعلمون ما الذي يحدث، لكنه كان يخطط لشن هجمات كبيرة وقد تخلصنا منه. لا خلاف في واشنطن حول سليماني، الخلاف هنا حول التوقيت وعدم وجود تفويض من الكونغرس. تحاول الولايات المتحدة الحصول على دعم دولي من خلال الحديث حول الدفاع عن النفس وعن هجمات سابقة. إن فيلق القدس مسؤول عن ضحايا وقعوا في مظاهرات إيران والعراق ولبنان. سيكون هذا صعبا لأن كثيرين يعتقدون أنه سيؤدي إلى الحرب. حتى وإن لم تؤدي التطورات إلى حرب، فالتداعيات كبيرة ولا تقتصر على الولايات المتحدة وإيران. مبررات الإدارة الأمريكية لقتل سليماني وتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة لا تلقى صدى لها هنا أمام البيت الأبيض. خرج هؤلاء تنديدا بالغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل ثاني أقوى رجل في إيران، وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. هذا ما كان ترامب وعد به خلال الحملة الانتخابية، انسحاب من الشرق الأوسط والالتفات إلى القضايا الداخلية، لكن الوضع تغير الآن. تحالف أنسا هنا أمام البيت الأبيض مع منظمات أخرى وفي 80 مدينة أخرى حول الولايات المتحدة هذا الصباح لنقول لإدارة ترامب إننا لا نريد الحرب مع إيران، وإن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من العراق، ونجب اغتيال قادة من إيران والعراق كعمل حربي. اختلفت أقوال ترامب عن أفعاله، لا يريد الحرب لكنه يهرول نحوها بقرارات وإجراءات يقول المتظاهرون ستؤدي حتما إلى حرب جديدة لا شعبية لها بين الأمريكيين. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. وتنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران حازم كلاس، من مشهد ياسر مسعود، نرحب معنا كذلك من بغداد بطارق ماهر، من واشنطن ريما أبو حمدية، وأيضا بحسين خريس من بيروت. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ معك ياسر مسعود من مشهد. إذن جثمان سليماني يحط في مشهد، ضعنا في الأجواء وآخر المواقف الرسمية والشعبية هناك. نادين، قبل دقائق انتهت المراسم في مشهد بعد ساعات أحياها الإيرانيون، رغم أن الأجواء كانت باردة وانخفاض درجات الحرارة والأمطار، لكن أصر الإيرانيون على أحياء هذه المراسم وأن يكون اليوم ساخنا من خلال يعني رفعوا شعارات تطالب بالانتقام. يجري الحديث هنا في يعني ما سمعناه من خلال لقائنا بالعديد من الوجوه في مشهد، وبالإضافة إلى الكلمات التي جاءت خلال المراسم، أن الكلام يجري على الانتقام ليس فقط من قبل العسكر برد عسكري يقابل عملية الاغتيال التي طالت اللواء قاسم سليماني، إنما أن يكون هناك انتقام على الصعيد العسكري، كذلك على الصعيد الثقافي، كلها تكون معا من أجل ربما رد اعتبار إيران مما جرى في على أكثر من صعيد، وتحديدا الضغوطات الأمريكية التي طالت الإيرانيين خلال الأشهر والسنوات الماضية، والتي ختمت بهذه العملية التي تعتبر الأقسى ربما ما سمع به الإيرانيون أو ما استشعروه خلال الفترة الماضية. بالتالي عكس الإيرانيون يمكن القول من خلال المراسم التي جرت في مشهد والتي سبقتها في الأهواز وستستمر بالطبع في طهران وقم وصولا إلى كرمان، رمزية ويعني مكانة هذا الرجل الذي يعتبر الثاني في إيران من حيث يعني شعبيته في الداخل الإيراني، وحتى ربما ما قام به هكذا يتحدث الإيرانيون، ما حققه قاسم سليماني على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، وما صنعه من اسم لإيران فيما يتعلق بما يسمونه بمحور المقاومة. نعم نادين، ابقى معنا ياسر لو سمحت. من مشهد نتحول إلى طهران مشاهدينا. حازم كلاس، من خلال قراءتك لتصريحات المسؤولين الإيرانيين وهي تصريحات عالية السقف، هل يبدو فعلا الرد الإيراني حتميا ومسألة وقت؟ بالتأكيد، لا بالتأكيد الرد الإيراني قادم. إيران حريصة على رفع السقف، حريصة على الحفاظ على ضبابية الصورة،
حول السيناريوهات التي يمكن أن تنفذ من أجل الانتقام لقاسم سليماني كما يقولون. قبل قليل كان يتحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وأكد أن الرد سيكون على أكثر من مستوى، ليس فقط عسكريا وإنما في كافة المجالات عسكريا وسياسيا وغير ذلك. أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي كان يتحدث أمام أيضا مشاركين في مراسم عزاء لقاسم سليماني أقيمت في مصلى طهران أرض كبير، تحدث وقال أن إسرائيل ليست ببعيدة أيضا عن بنك الأهداف الإيرانية من أجل الانتقام لقاسم سليماني. إيران معنية بالرد على اغتيال قاسم سليماني ليس فقط من أجل دور قاسم سليماني وما يعنيه فيما يتعلق برسم سياسات إيران في المنطقة والإقليم أو على الصعيد الدولي فقط، وإنما أيضا لما يمثله قاسم سليماني من رمزية لدى الإيرانيين. هناك من يرى في قاسم سليماني رجل دولة بعيدا عن الجانب الديني، ربما هناك من ينظر إليه من جانب ديني. لذلك إيران معنية بالرد بشكل أو بآخر، خاصة أن هذا الاستهداف تراه أنه جاء مباغتا، لم يكن هناك أي توقع لهكذا استهداف. قبل قليل أنهيت لقاء مع المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال للتلفزيون العربي بأن ترامب بقراره باغتيال قاسم سليماني غير معادلة الصراع الإيراني الأمريكي، وهذا التغيير لابد أن ينعكس على وجه المنطقة. الرد سيشمل جغرافيا واسعة بحسب قائد الحرس الثوري الإيراني. عبد اللهيان أيضا قال للتلفزيون العربي بأن الرد الإيراني الذي اتخذ من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محدد ودقيق وسيأخذ طريقه إلى التنفيذ لا إلى وسائل الإعلام، وبالمقابل سيكون هناك رد آخر من قبل محور المقاومة كما تسميه طهران والفصائل والحلفاء الذين تتعامل معهم في المنطقة. على صعيد آخر أيضا وبعجالة أقول أن الحراك الدبلوماسي في إيران كبير جدا، خطوط هاتف وزارة الخارجية الإيرانية مشغولة على الدوام، اتصالات من أكثر من دولة، وزير الخارجية اللبناني، حركة حماس، رئيس مكتب سياسي لحركة حماس، أمين عام الجهاد الإسلامي، اتصالات يومية ومكثفة. نعم من أجل يعني الاطلاع على صورة الرد الإيراني. ومن طهران ننتقل إلى بيروت وحسين خريص من هناك. حسين، العديد من الأطراف الداخلية اللبنانية تتخوف من تحويل لبنان إلى ساحة للمواجهة بين واشنطن وإيران، هل فهم اليوم بناء على كلام حسن نصر الله مدى إمكانية أو استعداد الحزب للمشاركة في الرد على قتل سليماني؟ بالنسبة إلى كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله فإنه كان قد ترك هامشا واسعا في موضوع الرد على اغتيال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري في إيران. طبعا أود الإشارة إلى أنه عندما ترك هذا المجال مفتوحا لم يحدد ما إذا كان حزب الله شخصيا معنيا في الرد على مقتل سليماني، باعتبار أن رمزا من رموز هذا المحور وهو القائد لهذا المحور لا ينبغي أن يكون الرد من قبل وكيل لهذا المحور أو من قبل ذراع لهذا المحور. مع ذلك أيضا ترك نصر الله الهامش واسعا بالنسبة إلى من يؤيد هذا المحور، وكأنه طلب من كل القوى التي تنضوي تحت هذا المحور بالرد لمقتل قاسم سليماني. هذا الأمر لا يزال في دائرة الموقف العام حتى هذه اللحظة، لكن هناك طبعا هناك بعض المراقبين المتخوفين من أن يكون الرد من هنا من لبنان. بعض المراقبين اعتبر أن خطاب نصر الله جعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وحذر من هذا الوضع، خصوصا أن لبنان يعاني، بل لبنان
يلفظ أنفاسه الأخيرة على الصعيد الاقتصادي، وكذلك الأمر على الصعيد السياسي. هناك المنتقدون الذين وجهوا السهام نحو نصر الله باعتباره يفصل الواقع السياسي والاقتصادي اللبناني عن الواقع الإقليمي الذي يعيشه وعن الصراع الذي يعتبر هو شخصيا وحزبه أساس من أسس هذا الصراع الموجود بين إيران والأمريكيين. كذلك الأمر هناك بعض الأشخاص الذين انتقدوه فيما يخص أنه ينجح دائما في تحويل كل عملية اغتيال إلى انتصار، حتى الأمور التي كما يسميها هؤلاء المتابعون الأمور التي تعتبر هزيمة يستطيع تحويلها إلى انتصار، ويستطيع خطف الأبصار عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان، وتسليط الضوء على الأمور الإقليمية التي يستطيع بثها في جمهوره. من بيروت نذهب إلى بغداد مع طارق ماهر. طارق، بالإضافة إلى حصول الحكومة العراقية على تفويض من البرلمان لإخراج القوات الأجنبية الأمريكية خصوصا من العراق، الخارجية العراقية تتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي. هذا تصعيد كبير. هذا جزء من قرار البرلمان العراقي واليوم الذي تضمن بالإضافة إلى تخويل رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي صلاحية اتخاذ القرار المناسب لإنهاء حاجة البلاد من أو لدعم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. القرار أيضا تضمن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية على خرق الولايات المتحدة للسيادة العراقية على خلفية استهداف الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. الآن يعكف مستشارو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال على صياغة الطلب الرسمي العراقي لتقديمه إلى السفير الأمريكي لتمهيدا لكتابة أو جدولة انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما بات مؤكدا الآن بحسب التصريحات الأخيرة التي صدرت منهم. لكن هؤلاء المستشارون يؤكدون على ضرورة التمييز بين أمرين مختلفين. الأول هو الوجود العسكري الأمريكي تحديدا في البلاد، والذي بدأ أو عاد إلى البلاد بعد غزو ما يعرف بتنظيم داعش عام 2014، وبين الملف الآخر وهو الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية بين بغداد وواشنطن من جهة أخرى، والتي تعرف ضمنيا باتفاقية صوفا. الأمران مختلفان تماما. الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي ستعمل على إبقاء كل الامتيازات فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2009، بالإضافة إلى أنها ستعمل على إبقاء العمل ساريا بضرورة إبقاء التعاون بين بغداد وواشنطن في ملف الدعم اللوجستي، حماية الأجواء، حماية الحدود، التعاون الاستخباري، التعاون الأمني. هذا في الملف العسكري. أما الملف المدني فهو واسع وعريض، يبدأ من السياسة الدولية وصولا إلى حماية الأرصدة والأموال العراقية، وصولا إلى تأمين هذه الأرصدة، وكذلك تنظيم حركة الأموال العراقية داخل البلاد وخارجها. هذا يعني بأن الحكومة العراقية ما تزال ملتزمة بديباجة وبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين، لكنها تعترض على الوجود الأمريكي حصرا في البلاد، وبالتالي الخلاف الحالي وقرار البرلمان العراقي يتحدث حصرا فقط عن مصير الوجود الأمريكي في العراق وضرورة سحب هذه القوات ومن معها من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، نظرا لانتفاء حاجة البلاد للحماية، ولأنها تمتلك كما يقول نواب البرلمان العراقي ما يؤهلها من قوات نظامية وكذلك قوات الحشد الشعبي. وبالتالي هذا تأكيد من الحكومة العراقية على إبقاء الاتفاقية الأمنية سارية المفعول مع واشنطن كخيار غير قابل للتفاوض كما يقول مستشار رئيس الحكومة. شكرا طارق، تبقى معنا وننتقل إلى ريما أبو حمدية في واشنطن. ريما، الجدل بالتأكيد متواصل في الولايات المتحدة في أعقاب قتل سليماني، ولا سيما في ظل امتعاض الديمقراطيين. ولعلي أبدأ معك بالتصريحات الأخيرة لمايك بومبيو، يقول أي رد على إيران سيأتي ضمن القانون الدولي. ما الذي يفهم من هذا الكلام؟
بالفعل يعني أولا لا يمكن كما يقول البعض أن نفهم هذه التصريحات لوزير الخارجية على أنها تراجع من قبل الإدارة الأمريكية على رد قاسي إذا ما أقدمت طهران على أي رد فعل في الأيام المقبلة، ولكن في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت للإدارة الأمريكية على الصعيد الداخلي على وجه الخصوص، يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة ليس فقط الديمقراطيين ولكن حتى بعض الجمهوريين الذين كان لهم انتقادات مبطنة لهذه العملية التي أدت إلى مقتل سليماني، بأن الولايات المتحدة ستضبط نفسها وأي رد سيكون ضمن الإطار القانوني. أيضا ربما أن يفهم ذلك على أنه محاولة للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها أن هناك 52 موقعا يمكن للولايات المتحدة استهدافهم لإيران من بينها مواقع ثقافية، وهو ما نفاه وزير الخارجية الأمريكي وقال إنه لن يتم استهداف أي مواقع ثقافية. أي رد من قبل الولايات المتحدة سيكون في إطار القانون الدولي. هذا لا يعفي الولايات المتحدة أو لا يحيد مسؤولية الولايات المتحدة على ما التطورات الأخيرة وما آلت إليه الأمور، وهو ما يتهمها به الكثير من الديمقراطيين والكثير من المحللين في واشنطن. التبعات التي يتحدثون عنها ليس فقط فيما إذا قامت طهران بالرد على هذه العملية، ولكن التداعيات الأخرى وهي العلاقات العراقية الأمريكية والعلاقات الأمريكية مع دول التحالف والتعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة ودول مختلفة حول العالم. لم يتم إخبارها بقيام الولايات المتحدة بهذه العملية قبل الإقدام عليها، أي أن التبعات كثيرة، المخاوف من أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب. الجميع هنا يتحدث عن أن طهران سترد. السؤال هو ما إذا هو حجم هذا الرد الذي سيكون من طهران، وما الذي يمكن للولايات المتحدة، ما هي الأوراق التي بحوزة الرئيس الأمريكي الآن لأن يستخدمها دون أن يجر الولايات المتحدة والمنطقة إلى حرب جديدة. الكثير من الاعتبارات من أولها وفي مقدمتها الانتخابات الأمريكية المقبلة. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخسر الانتخابات المقبلة. أي حرب في الشرق الأوسط تعني أن يخسر ليس فقط ترامب وإنما أيضا الجمهوريون الانتخابات المقبلة، وهذا ما يريدونه. لذلك ربما يقول البعض، بعض المنتقدين، أن الرئيس الأمريكي وضع نفسه في زاوية ذهب إلى رد قاسي في المقدمة دون النظر إلى ما قد يمكن أن ينتج عن هذا الرد وما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به في المستقبل. شكرا لك ريما أبو حمدي مراسلتنا في واشنطن، والشكر موصول لجميع مراسلينا من طهران، حازم كلاس، من مشهد ياسر مسعود، شكرا أيضا لطارق ماهر من بغداد ولحسين خريس من بيروت. قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن نشوب حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف، لافتا إلى أن قاسم سليماني كان مصدر تهديد للمنطقة. وفي حديث خاص به شبكة سكاي نيوز البريطانية أكد راب على ضرورة احتواء الأعمال العدائية لإيران، داعيا إياها في الوقت نفسه إلى قبول الانخراط في عملية دبلوماسية هادفة. I think yes, we need to contain the nefarious actions of Iran. نعم، أعتقد أننا بحاجة إلى احتواء الأعمال الشائنة لإيران وتوضيح أنه بعد كل هذا الوقت إذا رغبت القيادة في طهران فعل شيء الصحيح وقبول المبادرات الدولية للانخراط فعليا في عملية دبلوماسية هادفة، فإن هذا المسار متاح، وأعتقد أن هذه رسالة مهمة. معنا من طهران أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران عماد أبشناص. أستاذ أبشناص، يبدو أن إيران في أزمة كبيرة عليها أن ترد حفاظا على ماء وجهها، وإن ردت تخاطر برد أمريكي كاسح كما يهدد ترامب. في الواقع، تحياتي لك ولكم وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع اليوم نحن في ظروف أكيد هي حرجة جدا، لا يمكن لإيران أن لا ترد، يعني لم يعد الأمر أن إيران سوف ترد أو لا ترد أو القيادة الإيرانية تفكر في الرد أو عدم الرد. الموضوع أن القيادة يجب عليها أن ترد، الشرع لن يقبل دون الرد. القرار للرد تم اتخاذه، لا أحد يعلم كيف، ولكن الجميع منتظرون للرد. وبالتأكيد يعني
إيران تذهب إلى هذه المخاطرة للدخول في الحرب، ولكننا وصلنا مع الأمريكان في طريق مسدود، يعني لا المفاوضات تفيد ولا أي وساطات تفيد. يعني اليوم الاتجاهات التي تعتقد أن الأمريكان لا يفهمون إلا لغة القوة هي باتت الأقوى والأعلى صوتا في إيران، وهذه الاتجاهات تعتبر أن إيران في أفضل ظروفها للدخول في الحرب مع الأمريكان، في أفضل ظروفها لتوجيه ضربة عسكرية للأمريكان، وهم يعني هذه المجموعة تعتقد أن السبيل الوحيد للتخلص من الأمريكان هو إرسال الجنود الأمريكان في توابيت. نعم، وأمريكا لن تظل متفرجة سيد عماد أبشناص. ترامب بالأمس صوت في إيران. نعم، ترامب بالأمس أنذركم لأن لديه 52 هدفا داخل إيران هذه المرة سيقصفها إن إيران ردت. هذه هي المشكلة الآن. اليوم إذا كان لدى ترامب 52 هدفا، هناك أكثر من 800 هدف أمريكي في كل هذه المنطقة تستطيع استهدافهم إيران، أكثر من 85 ألف جندي أمريكي تستطيع إيران استهدافهم. وأنا لا أتصور ترامب سوف، يعني وضعية ترامب الداخلية تتحمل كل هذه الجسس الأمريكية. ربما إيران تعول على هذا يعني الموضوع سيد أبناس، يعني أن ترامب على بعد 10 أشهر من الانتخابات. طيب كيف نتوقع مثلا يعني كيف نتوقع لو سمحت لي حجم وطبيعة هذا الرد الإيراني؟ هل هو رد مباشر عبر إيران أم عبر وكلائها كما جرت العادة؟ لا، اليوم المطلوب ليس رد عبر الوكلاء، المطلوب رد إيراني وبتوقيع إيراني، والرد يجب أن يكون على الأمريكان. يعني هذه الأمور كلها تم توضيحها اليوم في إيران. إذا كان حلفاء إيران يريدون أن يثأروا بنفسهم هذا شيء آخر، ولكن الإيرانيين هم يجب عليهم أن يثأروا. المشكلة اليوم، المشكلة أنا أستطيع أن أقول لك المشكلة التي تكمن، ماذا يجب أن يكون الرد الذي يستاهل أو يوازي اغتيال شخصية مثل الفريق قاسم سليماني؟ يعني أنت ترى الحشود اليوم الآن في صوركم، ملايين الإيرانيين اليوم يشيعونه وهو يعتبر بطل قومي في إيران. طيب باختصار لو سمحت، ليس هناك بطل قومي في أمريكا غير محسن الرضائي. يهدد اليوم أيضا معادلا لقاسم سليماني كي يحتلوه. يهدد اليوم أيضا باستهداف إسرائيل. ألا تفتح إيران على نفسها بوابات جحيم ربما عندما توسع قائمة الأهداف أكثر من الولايات المتحدة حتى؟ لا، الأمر ليس بوابات الجحيم على إيران، الوضع ممكن أن يكون بالعكس. يعني اليوم القيادة الإيرانية تدرس أين يوجع ترامب. يعني في الواقع ترامب دخل هذا المستنقع أو تقبل قبلة الموت إذا ما أردنا أن نقول من مستشاريه كي يدخل هذا المستنقع، لأنه كان يتصور أن أوكي الإيراني ممكن أن يرد عليه في العراق، وهو سوف يستغل هذه الفرصة لأغراضه الانتخابية، لتغطية فشله في سياسته الخارجية، لتغطية استجوابه في الكونغرس الأمريكي. ولكن إيران لا تريد أن تجاوبه بالشكل الذي هو يريده، تريد أن تجاوبه بالشكل الذي يؤذي ترامب، وتخرج إذا ما أردنا أن نقول صرخة ترامب إلى العلن. وهذا الوجع أحدهم هو الكيان الصهيوني. يعني ضرب الكيان الصهيوني هو ضمن أحد الخيارات الموجودة لدى إيران. شكرا جزيلا إيران. شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران عماد أبشناص. ونرحب معنا من واشنطن بالمساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي والباحث في مركز التقدم الأمريكي لورنس كورب. أهلا وسهلا بك سيد لورنس. أبدأ معك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة مايك بومبيو التي قال فيها إن أي عمل عسكري ضد إيران سيأتي ضمن إطار القانون الدولي. ما الذي ينطوي على هذا الكلام؟ ما الذي يرجح وما الذي يستبعد؟
مرة أخرى، إذا أقدمت إيران على مهاجمة القوات الأمريكية بشكل بصورة مباشرة، سواء كان ذلك في العراق أو في السعودية أو في أي مواقع أخرى في المنطقة، حينها سيكون هنالك رد بموجب القانون الدولي، وهذا يضمنه القانون الدولي. ربما هذا ما كان بومبيو يحاول أن يقوله، بأننا لن... ما الذي يفهم يعني بعبارة القانون الدولي؟ بعبارة القانون الدولي هل تشير إلى حق الرد أم طبيعة الأهداف التي قد تستهدفها واشنطن؟ نعم، ما تعني هذه العبارة هو أنه في حال كانت لديك معلومات بشأن أن الإيرانيين على وشك أن يشنوا هجوما على قاعدة يتواجد فيها يوجد فيها جنود أمريكيين، بإمكاننا أن نتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون هذا، وهذا سيكون قانونيا بموجب القانون الدولي بناء على المعلومات التي تبين بوضوح. أو في حال وقع هذا الهجوم مسبقا فالقانون الدولي يكفل لنا الرد. ولكن سيد لورنس، يعني ألا يأتي هذا بنتائج عكسية على الولايات المتحدة التي تتهمها أطراف عديدة أخرى بأنها اخترقت القانون الدولي عندما قتلت شخصية كسليماني في مطار دولة من المفترض أن تكون لها سيادتها؟ نعم، لا شك في الحقيقة، ما لم تكن هنالك معلومات لم يفرجوا عنها بعد، ما لم يحدث ذلك نعم سيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي، لأنه في بصورة أساسية قاسم سليماني هو جزء من حكومة ذات سيادة معترف بها دوليا من المجتمع الدولي. لذا فكرة أن بالإمكان اغتيال شخصية مثل هذه الشخصية تختلف على سبيل المثال من اغتيال بن لادن أو البغدادي، اللذان هما ليسا جزءا من دول ذات سيادة. لذا يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم هذه البيانات والمعلومات من أجل تبرير وجهة نظرها، وإلا فإننا أقصد أن نقدم المعلومات التي تبين بأن القوات الأمريكية والأفراد الأمريكيون كانوا سيتعرضون لهجمات ويتكبدون خسائر من خلال إبقاء هذا الشخص على قيد الحياة. نعم، طيب، بما يتعلق بالأولويات والاستراتيجية الأمريكية الحالية، ترامب حدد 52 هدفا إيرانيا، ولكن مع تهديد البوارج والضباط والوجود الأمريكي بأكمله في المنطقة، خاصة على لسان أمين عام حزب الله اليوم حسن نصر الله، هل ستتسع دائرة الأهداف الأمريكية؟ هل ستتسع إلى ما هو أبعد من الأهداف الإيرانية؟ وعلى ما ستركز أولويات هذه الاستراتيجية؟ هذا جزء من المشكلة في الواقع، لا نرى أي استراتيجية في الوقت الحالي. الخيارات، الخيار المتعلق بالقضاء على سليماني يبدو أنه اتخذ بمعزل عن البنتاغون الذي رأى بأنه من غير المحتمل أن هذا الشخص يهدد القوات الأمريكية، ويبدو أن هنالك خطأ في الحسابات لأنهم لم يخططوا تماما لرد الفعل الذي سيترتب عن اغتيال سليماني. لذا حينما تقدم على اتخاذ قرار بهذا الحجم عليك أن تنظر في التبعات وأن تفكر في ما سيترتب عليه. هل ستدخل في مفاوضات مع إيران؟ ما الذي سيترتب عليهم من آثار على مستوى المنطقة؟ في حال كان علينا أن نغادر من المنطقة، لا شك بأننا سنفسح المجال أمام إعادة صعود وظهور داعش. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن، المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي والباحث في مركز التقدم الأمريكي لورنس كورب. والعرب اليوم متواصل معكم مشاهدينا، نتابع بعد الفاصل. عشرات القتلى والجرحى في صفوف طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية بعد قصف شنته طائرات حفتر. أهلا بكم من جديد. قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب العشرات من طلبة الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في حصيلة مبدئية
جراء قصف شنته طائرات حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وعلى صعيد متصل قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق إن هذه القوات استهدفت تمركزات مسلحي حفتر في قاعدة الوطية الجوية ودمرت آليات عسكرية ومخزنا للذخيرة وتجمعات للمرتزقة. معنا من طرابلس مراسلنا صلاح الدين مقعش. صلاح، ما الإجراءات التي نتوقع من حكومة الوفاق أن تتخذها ردا على مجزرة الكلية الحربية؟ نعم، بالنسبة للإجراءات التي سيتم أو تم اتخاذها الآن والتعزيزات الأمنية على أطراف العاصمة حيث شهدت اليوم فجر الساعات الأولى من فجر اليوم استهداف قاعدة الوطية والتي تقع في الجنوب جنوب طرابلس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المسلحي حفتر وتدمير مخزن للذخيرة وأيضا جرح العشرات. أيضا كانت هناك عمليات تعزيزات أو يعني تعزيزات في محاور مثل محور صلاح الدين والذي شهد أيضا هجومات عنيفة من قبل الوفاق على مسلحي حفتر. كان هناك أيضا اشتباكات قوية في محور الخلاطات والذي اشتبك فيها قوات الوفاق مع مسلحي حفتر. أيضا شهد اليوم في العاصمة طرابلس تشييع جثمان طلبة الكلية العسكرية وسط جموع غفيرة من أهل طرابلس الذين أتوا من كل صوب وحدب لتشييع جثمان الطلبة الذين استهدفوا في الكلية العسكرية ليلة البارحة. وبعدها وبعد تشييع الجثمان ذهب المشيعون إلى ميدان الشهداء حيث قاموا بالتظاهر هناك وأيضا طلبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسموه أيضا بالقصف العشوائي والذي يستهدف المدنيين وأيضا المؤسسات. نعم. مؤسسات الدولة هنا في العاصمة طرابلس. شكرا جزيلا صلاح الدين مقعش في طرابلس. وللمزيد حول نفس الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب السياسي محمد الهنجاري. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مجلس الأمن الدولي وافق على عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع الليبي غدا بناء على ما يبدو على طلب من حكومة الوفاق. كيف ينظر إلى هذه الجلسة وما الذي يمكن ترقبه من انعقادها؟ أعتقد أن إذا كان استمرت خلافات بين أعضاء مجلس الأمن في الملف الليبي لا أعتقد أنه سوف ينتج شيء آخر، ولكن ربما زيادة عدد الضحايا والمدنيين خصوصا والدمار الذي شمل طرابلس وخصوصا المذبحة الأخيرة هي البارحة في 31 طالب من طلبة الكلية العسكرية وهم عزل تم قصفهم مباشرة بصاروخ مستهدف ومباشرة، وكانت مقصودة الضربة بصاروخ من طائرة مسيرة إماراتية وينغلينغ والصاروخ كان من نوع بلو أرو يعني السهم الأزرق. أعتقد أن هذا كفيل للمجلس الأمن يخرج ببيان واضح جدا أو بقرار بمنع الطائران أو بحظر جوي كما نقول فلاي نو فلاي زون. هذا أعتقد، لكن هناك انقسامات ما زالت في مجلس الأمن. إذا كان الطلب من روسيا بناء على ذلك ما جدوى نقل الملف طلب من روسيا يعني ما جدوى نقل هذا الملف ومناقشته ما جدوى نقل هذا الملف ومناقشته في يعني مجلس الأمن إذا كانت الأطراف الدولية مختلفة فيما بينها وتتباين مصالحها فيما يتعلق بالشأن الليبي؟ أنا لا جدوى، تعودنا مجلس الأمن أن يقدم تعزية للشعب الليبي فقط، أن يقدم يقول أن الحل السياسي هو الحل الوحيد وليس حل عسكري وهذا هو بيان مجلس الأمن. ولكن إذا سمعنا من طلب من روسيا كما سمعنا أن طلب كان من روسيا طلب اجتماع مجلس الأمن، أعتقد أن الأمور ستتغير. روسيا كانت هي اللي معرقلة لي قرار مجلس الأمن، وروسيا الآن بعد اتفاق الاتفاقية الليبية التركية وروسيا لها حصة كبيرة في هذا الموضوع ومصالح كبيرة مع تركيا، أعتقد أن الأمور سوف تتغير. كذلك الطائرات التي تهبط أمس واليوم وفي نقل جرحى ونقل ربما خروج المرتزقة
لأننا نعرف أن الاتفاقية العسكرية بين ليبيا وتركيا الأمنية يستوجب الآن الدفاع على طرابلس والدفاع على الحكومة الليبية المعترفة شرعيا. هذا لابد من خروج الحليف من الروس التي هي الآن روسيا موجودة على الأرض وهي لها 1600 مرتزق على الأرض، يجب إخراجها قبل أن تبدأ المعارك الحقيقية على تخوم طرابلس. أشكرك من تونس الكاتب السياسي محمد الأنقاري. قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر معنية بعدم حدوث تصعيد في الشرق الأوسط على خلفية التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الوزير في مقابلة خاصة مع صحيفتي العرب الجديد والمدن تبث كاملة غدا الاثنين، أضاف أن الجهود التي تبذلها الدوحة تأتي في إطار السعي للتهدئة ومحاولة العمل على منع اندلاع حرب في المنطقة. احنا ذكرنا موقفنا من البدايه، احنا معنيين بان لا يحدث تصعيد في المنطقه، فجهودنا هي جهود للتهدئه واحتواء الموقف. امريكا شريك استراتيجي لدوله قطر وعلاقتها قويه جدا بدوله قطر، وايران هي دوله جاره وايضا لا نريد ان نرى فيها عدم استقرار، ومعنيين ان لا يحدث ان لا تشعل اي حرب بسبب هذا الخلاف الامريكي الايراني. لم يطلب منا التوسط فيما بينهم، ولكن نحن نتحدث من منظور أمن وطني قطري أن نريد احتواء هذا الموقف. وحول الأزمة في ليبيا قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لصحيفتي العرب الجديد والمدن إن دولة قطر تدعم جهود المسار السياسي متمثلا في مؤتمر برلين. وأضاف أن الدوحة أعربت للأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم أي دعم لازم لإنجاح المسار السياسي لحل الأزمة الليبية. مسار برلين من لما بدأ دولة قطر دعمت أي جهود أن يكون في حل سياسي في ليبيا. دولة قطر تريد للمسار هذا أن ينجح، وتحدثنا مع الأمم المتحدة أن نحن مستعدين لتقديم أي دعم في العملية السياسية. قتل 10 أشخاص في غارة جوية نفذتها طائرات النظام السوري على بلدة آريحة في ريف إدلب، وأغار الطيران الحربي أيضا على مدن سراقب ومعرة النعمان. الحزن والألم بات صديق السوريين الدائم. مدينة آريحة نالت النصيب الأكبر من الألم، حيث قتل 10 على الأقل وسقط عدد من الجرحى جراء غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات سورية، والعدد مرشح للارتفاع. الغارات استهدفت أيضا مدن سراقب ومعرة النعمان وريفها، موقعة 3 قتلى والعديد من الجرحى. الدنيا شمس بيعطين أكثر من هاي اليوم، المرة والدين صاروا أشلاء وشقف ما لقينا منه شيء، من قوة الضغط من قوة هالصواريخ اللي عم يضربوها. ما حسبنا الله ونعم الوكيل، إيش بدنا نحكي يا مامنا. المدارس ورياض الأطفال والمرافق الطبية والخدمية كانت ولا تزال حسب المدنيين أهدافا للطيران الحربي، فطلاب هذه المدرسة نجوا من مجزرة كادت أن تقع هنا، فالغارة التي استهدفت المكان أتت بعد نصف ساعة من انصرافهم من صفوفهم. تفاجأوا الأطفال بأربع غارات من الطيران، غارة من الطيران كانت تستهدف روضة أطفال، هنا موجودة روضة أطفال، ومثل ما انتم شايفين شارع كثير ممتلئ كان بالسكان وبالاطفال. وجانب هاي الضربه كمان في ضربه بالمدرسه، مدرسه الابتدائيه للاطفال. ما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن عالقين تحت الانقاض. على عجل يودع الاحياء احباءهم ويسرعون في دفنهم خوفا من تجدد الغارات، فلا غرو ان يكون وداع الراحلين ترفا لدى السوريين في الشمال. يتجمع هؤلاء البشر هنا يتعرفوا على جثث بشر آخرين شوهاهم القصف، ولم يفتقدهم أحد حتى الآن. صورة باتت تتكرر كل يوم في الشمال السوري. إبراهيم الرئيسي العربي، مدينة أريحة. تجري السلطات الأسترالية تقييما للأضرار الهائلة الناجمة عن الحرائق المتواصلة غدات يوم شهد ارتفاع عدد الضحايا إلى 24، واعتبر الأسوأ منذ بدء الأزمة في البلاد في أيلول سبتمبر الماضي بسبب ظروف مواتية لانتشار النيران بشكل هائل.
يركض الكنغر هربا علّه ينجو من نيران ملتهبة داهمته في حماه. أما الكوالا فقد أرغمتها حرارة النيران على الاستئناس بالإنسان كي لا تموت عطشا، وحتى الوقوف على قارعة الطريق تستنجد المارة لتروي ظمأها ولو على متن دراجة. عند بزوغ ضوء الصباح تتكشف فداحة الكارثة التي لم تعرف لها أستراليا مثيلة. صورة مرعبة لأعلام أستراليا الشهيرة متفحمة ومتناثرة في غابات في نيو ساوث ويلز وأماكن أخرى. تقرير مخيف أصدرته جامعة سيدني أظهر أن ما يفوق 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت حرقا واختناقا، من بينها الكوالا والكنغر، وما يقارب 30% من مواطن الكوالا تم تدميرها. أما الغطاء النباتي فهذا ما تبقى من أشجار كانت بالأمس القريب رئة أستراليا وجزءا كبيرا من الموروث البيئي في العالم، إذ وصلت مساحة الغابات المحترقة إلى ما يفوق 7 ملايين فدان. حرائق حصدت أرواح 24 شخصا ودمرت 2000 منزل وعشرات القرى أجبر سكانها على الفرار. بعد تراجع ألسنة اللهب عاد الزوجان ليتفقدا ما تبقى من مأواهم، فلم يجدا غير الركام. أما رجال الإطفاء فيسابقون الزمن لإنقاذ ما تبقى من الحياة في نيو ساوث ويلز تحت سماء ملبدة لا تفرق بين ليلها ونهارها. السلطات قالت إن حرائق الغابات خرجت عن النطاق وفرضت حالة الطوارئ واستدعت آلاف الجنود للمساعدة في إخماد الحرائق، إجراء لم يعف رئيس وزراء البلاد من النقد اللاذع واتهامه بالتأخر في مواجهة الكارثة. حرائق لم يتم بعد السيطرة عليها بشكل كامل، ويخشى أن تكون قد قضت على جزء من الحياة البرية والأحياء النادرة بشكل نهائي. معنا من سيدني الصحفي جوني عبو. أستاذ عبو، الصور مروعة والأرقام مهولة لما تشهده أستراليا. السؤال البسيط جدا، ما الذي جعل أستراليا تفشل فشلا ذريعا في السيطرة على الحرائق حتى الآن؟ نعم أستاذ وائل، تحية طيبة لك ولمشاهدي العربي. فعلا هذه الكارثة التي تحل على أستراليا هي من الكوارث القليلة التي تحدث في أستراليا. تأخير الحكومة في الاستجابة للقضاء على النيران عندما كانت في بداياتها ربما كان السبب البارز في انتشار هذه الحرائق، طبعا إضافة للطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة التي ساهمت، وكذلك موجة الجفاف التي تضرب بعض المناطق. كل هذه العوامل ساهمت في إشعال هذه الحرائق وتكوين هذه الصورة القاتمة والكارثية فعلا التي حلت بأستراليا خلال الفترة الماضية ولا تزال مستمرة. والحكومة تقول أنها تحتاج لأسابيع إضافية للسيطرة على كل الحرائق، لكن على ما يبدو أن الله يتدخل في هذه النقطة، وقد هطلت الأمطار في بعض المناطق وهدأت بعض الحرائق، ساهمت في تهدئة بعض الحرائق ولكن ليس في كل مكان. هذه الكارثة التي تحل على أستراليا هي من النوادر، استدعت الطوارئ واستدعت أيضا تدخل الجيش الأسترالي بشكل كثيف في المساندة والدعم اللوجستي والإنقاذ. انتقد كثيرا رئيس الوزراء سكوت موريسون، كان يقضي إجازة في هاواي عندما بدأت هذه الحرائق، وثم تردد كثيرا، لم يرسل الجيش إلا مؤخرا. لماذا لم يطلب مساعدة دولية لأستراليا؟ نعم، عندما كان في إجازة كان هذا الموضوع مثار نقد لاذع في الصحافة الأسترالية، وهذه وقد قطع إجازته وعاد سكوت موريسون يعني إلى البلاد، ولكن تأخر أيضا في طلب مساندة الجيش وتدخله، وكان يعتقد هناك أن يمكن السيطرة، ربما لم تكن الإحصاءات كافية عن حجم رقعة انتشار النيران في المناطق التي اشتعلت. ولكن على ما يبدو فعلا يعني كان هناك تقصير واضح في اتجاه إخماد هذه الحرائق، والتي أدت إلى قضاء كما قال يعني التقرير إلى القضاء على الحياة البرية وفي الغابات وكثير من الضحايا وكثير من يعني مئات نصف مليون حيوان. بعض التقديرات
تتحدث عن، وهذا فقد هائل بالنسبة لأستراليا وربما للبشرية كلها. الآن هل يتوقع أن تتمكن السلطات الأسترالية أخيرا من السيطرة على الحرائق أم ليس بعد، خصوصا مع هطول الأمطار وتوقع هطول مزيد منها خلال الأيام القليلة المقبلة؟ أولا بدأت بعض المساعدات تأتي من الجارة نيوزيلندا القريبة إلى أستراليا، حيث أرسلت بعض الحوامات وفرق الإطفاء، وكذلك هناك يعني تضامن مجتمعي كامل في المجتمع الأسترالي من حيث التبرعات أو تطوع الأشخاص الذين ذهبوا إلى مناطق الحرائق للمساعدة مع فرق الإطفاء ويعني إنقاذ الناس. وكذلك هناك خطة مستعجلة تقوم بها الحكومة وبدعم أيضا من الجيش الأسترالي كما قلنا، وكذلك هناك ما يشبه الدعم الدولي مؤخرا حصل على أساس أن الكثير من الدول بدأت الحديث مع الحكومة الأسترالية لتقديم المساعدة في هذا الاتجاه والقضاء على هذه الكارثة التي تحل بالبلاد والتي فعلا شردت آلاف البشر. قبل أيام كان هناك أكثر من 5000 شخص محتجزين على شواطئ البحر من أمام من منطقة النيران، نعم. وفي المقابل هناك يعني فقط البحر لا يمكن لهم الخروج، واستدعى تدخل البوارج العسكرية الأسترالية التي ساعدت على إجلاء الناس من مناطق الحرائق. شكرا على كل هذه المعلومات، الصحفي جوني عبو في سيدني. قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري إن هروب الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان غير مبرر. وأوضحت موري أن النظام القضائي في اليابان لديه إجراءات وصفتها بالمناسبة لإثبات الحقيقة، ويدار بشكل صحيح ويحترم حقوق الإنسان الأساسية. ويعد هذا أول موقف رسمي ياباني على فرار كارلوس غصن إلى لبنان بعدما كان قيد الإقامة الجبرية في العاصمة اليابانية طوكيو بانتظار محاكمته بتهم فساد. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى قيد الإنشاء في كمبوديا إلى 36 شخصا بينهم 13 امرأة وستة أطفال. وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ 23 شخصا من تحت الأنقاض، وذلك بعد عملية بحث استمرت يومين. وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين انتهاء عملية الإنقاذ موضحا في مؤتمر صحفي اعتقال زوجين كانا يمتلكان المبنى. حافظت اليابانية كين تاناكا على سجلها كأكبر معمر في العالم، وذلك باحتفالها هذا العام بعيد ميلادها 117 في فوكوكا جنوبية اليابان. وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العمر في شهر مارس أذار من العام الماضي باعتبارها أكبر شخص على قيد الحياة في العالم بعمر يناهز 116 عاما. وكما هي العادة ننهي برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. وفيديو اليوم عن تهديدات ترامب بقصف 52 موقعا إيرانيا في حال استهدفت طهران الجنود والمصالح الأمريكية.
العربي اليوم انتهى. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، وننتقل الآن لمتابعة برنامج للخبر. بقية مع نجلاء أبو مرعي. إليك نجلاء.